بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أعزائي المشاهدين، الأصدقاء الأوفياء المخلصين، السيدات والسادة في مصرنا الحبيبة والوطن العربي وجميع دول العالم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وفكر جديد وأحلام وأمنيات سعيدة مع برنامج كلام سليم. هنفتح الملفات وهنسمع الصرخات وهنحاسب المقصرين من المسؤولين وهنرجع حق المظلومين وهنطيح بالفاسدين. اسمحوا لي في البداية أهني الشعب المصري بالعام الدراسي الجديد، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح. كما أرحب بضيوفي الكرام الأستاذ محمد الطليمي، أهلا وسهلا شرفتنا بحضرتك يا دكتور. الأستاذ عادل الرخاوي، أهلا وسهلا يا فندم، شرفتني ونورتني. الحاج مصطفى، أهلا وسهلا شرفتني. ده حاج مصطفى. موضوعنا النهاردة هو عن الصحة، المستشفيات الخيرية والمستشفيات الخاصة. عاوزين نقول يعني ليها دور كبير وليها أهمية كبيرة، ولازم أن يكون في رقابة عليها، رقابة صارمة، لأن هي دي المكمل للمستشفيات الحكومية. النهاردة احنا معانا موضوع كبير قوي عن مستشفى السلام الخيري بمحلة أبو علي، تابعة مركز المحلة الكبرى محافظة الغربية. المستشفى دي يعني من أعرق المستشفيات، تأسست عام 1979 وبدأ العمل بها عام 1986، وظلت تخدم أهالي وسكان محافظة الغربية إلى 2015، إلى أن توقفت. وكنا تقابلنا أنا وضيوفي الكرام وشرحوا لي سبب التوقف لهذه المستشفى، وبناء عليه قمت بزيارة للمستشفى ووجدت أنها صرح عظيم، تتكون من 5 أدوار وبها غرفتين عمليات، واحدة كبرى وواحدة صغرى. وتناقشنا في إزاي نفتح هذه المستشفى، إزاي نكون كلنا إيد واحدة ونعمل بحديث سيدنا النبي، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أدناها، فكان الذين في أدناها إذا أرادوا أن يستقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. عاوزك يا أستاذ محمد تكلمنا عن هذا الصرح العظيم والمشوار اللي انتوا خطوه جعله الله في ميزان حسناتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأول بنشكر حضرتك يا دكتور على الاستضافة الكريمة دي، ونشكر القناة. الحمد لله والشكر لله أن ربنا وفقنا بأن احنا نخطو خطوات في سبيل أن المستشفى ترجع تتفتح تاني بعد القفل. أعتقد أنه كان بدون سبب، أعتقد والله أعلم أنه كان بدون سبب. المهم إن في النهاية المستشفى اتفتحت، لكن طبعا ناخد عنها نبذة تاريخية. نعم اتفضل. طبعا ربنا يجعل العمل في مجمع السلام كاملا بما يشمل من معهد أزهري والمسجد والمستشفى في ميزان حسنات جميع أهالي البلد، وأولهم الحاج علي جاد الأب الكريم المؤسس، ربنا يجعله في ميزان حسناته إن شاء الله. نعم. لأنه طبعا هو اللي سعى وهو اللي اجتهد، رحمة لكن الله عليه وعلى كل من ساهم في هذا الصرح، لكن العظيم. هذا الصرح كله بجهود أبناء محلة أبو علي، اللي ما كانش بيقدر يجاهد ماديا يساهم ماديا كان بيروح يشيل المون بتاعة المستشفى، فإحنا كلنا شركة في المستشفى دي. المستشفى طبعا نتيجة خلافات مش عايزين نتدخل فيها صدر لها قرار إداري من محافظ الغربية المستشار ماهر الجندي سنة 91، كان القرار ده بمثابة الوبال على محلة أبو علي، اللي هو تعيين مجلس إدارة
معين بصفاتهم. تمام، طبعا هم ناس كرام وعلى دماغنا كأشخاص، لكن طبعا الله يكون في عونهم، هم ما يعني طبعا عندهم أشغالهم. يعني مثلا واحد زي مثلا المستشار القانوني لمجلس المدينة بالمحلة، احنا مش عاوزين نذكر اشخاص، احنا عاوزين نتكلم. انا ما بذكرش اشخاص، انا بتكلم بصفاتهم. الصفات، ما هو ده عضو متعين في مجلس الاداره. المستشفى يعني بتخدم قد ايه من اهالي؟ لا، المستشفى بتخدم عدد ضخم جدا. محله ابو علي دي قريه ام بتتبعها كرة بطينه والقيصريه وعزب. بنتكلم احنا دلوقتي في 300، وبلغني ان بيجي لها من مركز سمنود كمان لهذه المستشفى. احنا بنتكلم على الحد اللي احنا المستشفى المحيط بيها. تمام. ما يقلش عن 350 400 الف نسمه، عدد مش لا يستهان به. ده غير الناس اللي بتيجي من بره، من سمنود. تمام. من المنصوره، يعني اللي بيسمع عنها خير بيجي. تمام. وهي كانت مثال جيد للمستشفيات الخيريه. تمام، ماشي، لان هي لا تهدف للربح. من اول المستشفيات الخيريه اللي موجوده في المحل عموما، في مركز المحل. تمام. فالموضوع بقى ان هو المستشفى انها تتقفل وتاثر على الخدمه. احنا طبعا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بينحت في الصخر لوحده، وللاسف المسؤولين اللي معاه زي ما احنا بنقول كده بالمثل البلدي، حاطين ايدهم في المايه البارده. لو في عندنا، مش كلهم برضك، مش لا معلش، اللي احنا اتعاملنا معاهم، لا اللي احنا اتعاملنا، انا بتكلم على اللي احنا اتعاملنا معاهم. انت قصدك على المسؤولين اللي اللي انا اتعاملت معاه، ماشي، اتعاملنا معاهم. كلمه مسؤولين دي بعض لا ماشي، بس هم الغالبيه اللي بيأثروا على اداء الراجل. عاوزين نقول القائمين على العمل في مستشفى السلام الخيري. لا مش القائمين، بتكلم على المسؤولين. انا لسه نتكلم على القائمين على العمل. يعني مثلا واحد زي رئيس الوحده المحليه بمحله ابو علي، بقول له يا استاذنا عندنا اجتماع مجلس اداره، ما هو ده برضه من اعضاء مجلس الاداره. ماشي، ما انا عاوز اقول ان احنا بنتكلم كده عشان بس ما حدش يفكر احنا بنتكلم على اعضاء مجلس الاداره المعينين بصفاتهم. الصفه هي المعينه. النهارده مثلا محمد هو القائم بالعمل. طيب في الصفه دي انا عاوزك تقول لي، تكلمني بعد المستشفى. احنا طبعا عملنا فيها الاول، عملنا فيها زياره وعملنا فيها تقرير مع الاعضاء الافاضل اللي موجودين معايا، وبعديها بيومين انا تواصلت مع مجلس الاداره اللي هو القائم بالاعمال، ولقيت منهم كل الترحاب. وفعلا عملنا تقرير تاني يخص مجلس الاداره الموجود، وبس كان في يعني اختلاف في وجهات النظر، والحمد لله ربنا اكرمنا وبجهود الناس اهل الخير، والحمد لله زال هذا الخلاف وتم فتح هذه المستشفى مره اخرى. الموضوع مش خلاف شخصي، لازم نكون معترفين. طيب اقول على حاجه، هنرجع للخلاف الشخصي، بس خليني اروح بقى للاخ العزيز الفاضل الاستاذ عادل. ازيك يا استاذ عادل، شرفتنا ونورتنا هنا في القناه. يبارك فيك، الله يديك الصحه. انا بشكر الدكتور محمود وفريق الاعداد، وكل اللي انا عايز اقوله ان احنا كلنا بنجتمع في الخير. الله، نعم نعم، مش اكتر من كده. وزي ما قال استاذ محمد الطليمي، ان محله ابو علي المستشفى دي كانت بتخدم 100,000 نسمه. نعم. ومعطله بقى لها 12 سنة، مدة لا يستهان بيها. طيب أكيد طبعا أكيد. والمفروض يعني بلد زي دي القائمين على العمل أهل البلد وأهل الخير، والمسؤولين اللي هو أسماء مش عايز أذكرها بس كل الناس عارفينها، اللي هو الدكتور محمود، يعني عمل إنجاز وبيقول أنا صفيت ربح كبير، بس مش هو ده الانجاز. الدكتور محمود الجزار. الدكتور محمود الجزار اللي هو رئيس مجلس الاداره، اولا انا ببلغه تحياتي طبعا، وطبعا كان المفروض انه هيكون موجود معانا، هو الدكتور ابراهيم ابو طالب عضو مجلس الاداره، ولكن لظروف صحيه منعتهم من الوصول. اتفضل. فبقول يعني الربح مش هو الحاجه اللي المكياس بالنسبة للمستشفى. أنا عاوز أقول إن أنا الربح ده لو اتحط في تطوير وفي تشغيل المستشفى كانت البلد استفادت بنسبة أكبر. بالإضافة للنقطة اللي الحاج عادل بيتكلم فيها دي، يعني هو يعني الدكتور إبراهيم أبو طالب
بيقول كلمه جميله جدا، بيقول لك المستشفى دي ملهاش وريث، فانا هحوش لها فلوس ليه؟ يعني ايه ملهاش وريث؟ انا بحوش فلوس ليه؟ تمام. لا انا المفروض اللي بيجي بيتصرف على التطوير. نعم. اللي يجي يتصرف على التطوير، الاقي الصرح ده بقى يناطح اعظم مستشفى في المحل. بس للامانه، للامانه انا زرت طبعا المستشفى وعملت فيها لقاءين مع الساده الافاضل، انا لقيت في المستشفى امكانيات مش موجوده في افخم المستشفيات في جمهوريه مصر العربيه. احنا بنشكر دكتور عبد الهادي المسيري اللي هو قام اللواء عبد الهادي المسيري. نعم. قائد اللي هو التطوير، سبب التطوير وسبب الانجاز اللي فيه المستشفى حاليا. انما قبل كده المستشفى اتقفلت مرتين ثلاثه بسوء النظافه وبسوء الخدمه، وحاجه يعني ناس كتير كانت بتروح المستشفى اول ما بتشوف المنظر كانت بتبعد. نعم. وده اهمل المستشفى فتره طويله، وده يحاسب فيه مجلس الاداره الموجود حاليا، لان هو السبب في ان المستشفى تعطل 12 سنه وتحرم محلة ابو علي بما فيها القرى والمراكز اللي حوالين منها من خدمة الصحة. انا عاوز اقول برضك ان ده اللي يتسئل فيه قدامي، الرقابة لازم أن يكون هناك رقابة صارمة على جميع المستشفيات سواء الخيرية او الخاصة او الحكومية، لان احنا زي ما شفنا كده في هذا الوباء فيروس كورونا المستجد وقد ايه الناس عانت منه، فضروري يكون في رقابة صارمة على جميع المستشفيات الموجودة بجمهورية مصر العربية. طيب هنرجع بقى لأخونا الفاضل الحاج مصطفى عبد الجليل، وعاوزينه يكلمنا عن دوره المبذول في فتح المستشفى. هو المستشفى بدايتها زي ما الحاج محمد قال، الله يرحمه الحاج علي جد، ده بداية الصرح اللي هو المعهد الديني مسجد السلام، مستشفى السلام، ده البداية خالص. اتطورت، بدأ رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمود الجزار. تمام. ربنا يشفيه ويعافيه يا رب. دكتور إبراهيم أبو طالب. تمام. ربنا يبارك فيهم ويبارك في مجلس الإدارة. نعم. اشتغلت المستشفى وشوية بدأت خلافات بين الدكاترة وبين بعض. لا لا يعني مش لازم ذكرها ولا داعي لذكر الخلافات. أكيد أكيد احنا هنا عشان خاطر نقفل الصفحة القديمة ونبدأ الصفحة. قفلنا الصفحة القديمة والحمد لله. تمام. بدأنا بمدير فني الدكتور أحمد الأنصاري. تمام. نائب المستشفى. نعم. الحمد لله بادئ يعني يطور، بادئ يفتح عيادات داخلية، بادئ الحمد لله. مع الضغط برضه يا حاج مصطفى، مع الضغط مع الضغط الشعبي، مع الضغط الشعبي وربنا يبارك له برضه. وليه ما تقولش مع الحب برضه؟ ومع يعني الحب، لا حب ومع حب البلد، وما فيش حب ومع حب البلد، بس في اشخاص معطلين برضه. بس احنا انا عايز اكمل كلمه للحاج محمد قالها حضرتك قطعته فيها. اتفضل. كلمه اللي هي رئيس الوحده المحليه لما بنقول له تعالى لاجتماع مجلس الاداره بيقول انا ورايا شغل. هو الشغل اللي وراه حضرتك اهم من المستشفى، اهم من المستشفى بتعالج اهل البلد، اهم من المستشفى بتعالج اهل البلد. قال لي لا انا ورايا نظافه. النظافه دي عباره عن مؤاخذه يعني ما علينا، هي ورانا نظافه. تمام. بس انا عاوز اقول برضه لازمه يقول لي القصر قريب، القصر قريب، خلينا قفل المستشفى والقصر قريب، اللي عايز يروح يروح القصر. لا اكيد يعني ده رئيس وحده محليه اكيد طبعا. انا بس عاوز اقول حاجه برضك، لا اسمحوني بس اقول حاجه، احنا مش عاوزين هنا المنبر، احنا ما احنا بنتكلم على رئيس الوحده كشخصه، ولكن احنا عاوزين نقول مش علشان حاجه. قال التمس لاخوك المسلم 70 عذر يا استاذ محمود. فاحنا بس عاوزين نلتمس لبعضينا اعذار. بعد اذن حضرتك، بعد اذن حضرتك، احنا بنتكلم على ده على سبيل المثال. ليه؟ لا لان انا بقول ان هو عليه على عاتقه كويسه، هو عقليه على دماغنا وعلى راسنا. احنا عايزين ناس تكون متفرغه، الله يعينه على اللي هو مش شايله. طيب انا بحمله ليه ان هو يبقى معاده عندي في مجلس الاداره؟ بحمل الدكتور علي عبد الله. طيب ماشي، لما يكون جاهز دكتور علي عبد الله لو سمحت. اتفضل اسمع. احنا بنتكلم في ايه؟ احنا الناس ديت كلها على دماغنا ماشي. ما احنا ما بنعيبش في شخص، احنا بنقول ان الناس ديت عليها من المسؤوليات ما يثقل عاتقها. تمام.
انما دلوقتي انا عايز ارجع السياده لمحله ابو علي تاني في المستشفى. السياده المجلس الاداره كامل يبقى ده بقرار محافظ. احنا برضك عاوزين نقول يا جماعه يبقى المحل تبع. احنا برضك عاوزين نقول ما ينفعش اقول انا عاوز يبقى الرئيس من بلدي او كذا، لا ده يا دكتور محمود احنا الوضع اللي احنا فيه ده وضع استثنائي. تمام. ما هوش الوضع المحافظ كان عامله من 20 سنه. الوضع ده استثنائي نتيجه خلافات مش عايزين ندخل نذكرها. بس احنا طالما الكلام بس احنا الوضع كنا اتكلمنا فيه وقعدنا فيه يا جماعه. طب يا دكتور محمود واتكلمنا واجلنا الكلام في الموضوع ده لما نفتح المستشفى. تمام. نشوف اذا كان في تقصير. احنا دلوقتي من المجموعه دي في الحاله دي. انا قلت لكم ممكن في التقرير الاولاني انا طالبت سياده المحافظ ووكيل وزاره الصحه ووزيره التضامن ان احنا عاوزين مجلس اداره مؤقت لتسيير الامور. ولكن بعد ما رجعنا وقعدنا مع الطرف الثاني واستجاب لجميع الطلبات وبالفعل اتفتحت المستشفى، يبقى اذا ما ينفعش ارجع تاني ورا يا دكتور ودي خلافات حصلت يا دكتور محمود. ان بالفعل ده مش كل حاجه تمت. لا لا, لا 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 احنا دلوقتي معلش مفيش حد مخلد، مفيش تخليد في المنصب. احنا دلوقتي مجلس اداره متعين من 91 لحد النهارده، بنتكلم في كام سنه؟ 30 سنه. وانتم ما تقدمتوش ليه بطلبات ليه للسيد المحافظ؟ للاسف الشديد كل انسان كان يدخل لحل مشكله مستشفى السلام كان بيدخل لاهداف شخصيه. لهدف شخصي ماشي. احنا الحمد لله علشان ربنا. طيب الحمد لله ان ربنا جاب الفتح عشان ربنا وعلى دينا. لا 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 هذا بفضل الله. هذا بفضل الله اولا واخيرا. احنا ليس لنا اي دور. برضك حديث سيدنا النبي من لم يشكر الناس لم يشكر الله. احنا الحمد لله والشكر لله مش محتاجين شكر من جنس مخلوق. احنا بنقول احنا عملنا علشان قائم لوجه الله اولا واخيرا. تمام. عشان كده ربنا يسر الامر وربنا هدى اعضاء مجلس الاداره اللي كلهم على دماغنا من فوق، من اول الدكتور محمود لحد اخر واحد من المعينين. انا عايز بس احنا بنتكلم في محمد في الموضوع ده نقطه صغيره كده لو سمحت. احنا دلوقتي يا ترى التقرير جاهز ولا لا؟ التقرير جاهز؟ اعلق بس تعليق صغير على الدكتور على الاستاذ محمد الفليمي. طيب بس اسمحك بس بعد المكالمه معانا الدكتور علي عبد الله مدير المركز المصري للدراسات والاحصاء ومكافحه الادمان. اهلا وسهلا يا دكتور. أهلا بك يا دكتور محمود. يا أهلا وسهلا. كان طبعا أكيد يسعدني ويشرفني وجود معاليك معانا في الحلقة، ولكن برضك سعداء بمعاليك بالمداخلة. اتفضل يا فندم. شرف ليا وتحت أمركم في أي وقت. الله يخليك يا دكتور. الله يخليك. بالنسبة يا دكتور طبعا المستشفيات اللي هي بالمناسبة بس الصوت مش واضح وفي أصوات متداخلة كتير. طيب انت ممكن لو بتكلمني والتلفزيون مفتوح ممكن يعني ايه توطي الصوت. لا خالص انا مش انا ما فيش جنبي تلفزيون. طيب احنا سامعين عموما احنا كده سامعينك كويس. انت سامعنا كويس؟ انا كده سامعك كويس. طيب الموضوع بتاعنا بخصوص مستشفى السلام الخيري بمحلة ابو علي تابعة مركز المحلة الكبرى محافظة الغربية، وده عاوز اقول ان ده يعني عينة من عينات كتيرة في جمهورية مصر العربية، وده على عدم الرقابة في تقصير في الرقابة، عشان كده المستشفى دي فضلت مغلقة 5 سنوات بدون سبب. فسيادتك عاوزك تكلمنا دور الرقابة موجود هنا ايه، ودور حضراتكم بالنسبة للمستشفيات الخاصة والمستشفيات الخيرية. طبعا لا شك انه المستشفيات الخاصة والخيرية الوطنية بتلعب دور كبير جدا في تقديم الخدمة الصحية الطبية للمواطن، خاصة المواطن الإمكانيات المادية يعني محدودة. فيجب أنه خسارة قوي أن مستشفى زي دي خيرية بتقدم الخدمة الطبية لأبناء الوطن الغير قادرين على العلاج في المستشفيات الاستثمارية أنها لا تغلق وأنها تتابع. تمام. وأنه بالعكس يشجع مزيد من ترخيص المستشفيات التابعة للجمعيات الخيرية، لكن شريطة انه تستوفي الشروط الصحية ويبقى في نوع من انواع الدعم المادي عشان تستكمل اجهزتها وكل الامكانيات اللي تسخر لكيفية الكشف وكيفية التشخيص السليم. تمام يا دكتور.
وطبعا سيادتك عارف انه في ازمه كورونا اللي شال البلد في هذه الازمه المستشفيات العامه، مستشفيات اللي احنا بنسميها مستشفيات عبد الناصر، مستشفيات الستينات، انما المستشفيات الاستثماريه اللي يعني حصل نوع من انواع التغالي في اسعار الخدمات. عشان كده لازم نحافظ على مستشفياتنا العامه وعلى المستشفيات الخيريه التي لا تهدف الى الربح، بل انها تهدف الى علاج المواطن البسيط مقابل اسعار يعني مقدور عليها، يعني علشان ما نثقلش على المواطن في تكلفه الصحه والعلاج. طب يا دكتور مع حضرتك، يعني ايه دوركم بالنسبه للمستشفيات الخاصه اللي هي عندها اسعار باهظه؟ ما هو الحقيقه في قوانين صدرت في تسعير الخدمات الصحيه في المستشفيات الخاصه، وكمان بتلزم هذه المستشفيات التعامل مع الحالات الطارئه خاصه زي الحوادث، تمام، انها تستقبل المصابين والمرضى في الحالات الطارئه دون مقابل وتحاسب الدوله فيما بعد. انما بعض المستشفيات بتخالف هذه القوانين، ويجب على المواطن في حاله رفض اي من هذه المستشفيات استقبال الحالات الطارئه انه يبلغ ادارات العلاج الحر او اي مخالفه داخل هذه المستشفيات انه يبلغ. طب يا دكتور حضرتك لو في رقم موبايل علشان خاطر المشاهدين طبعا سامعيننا طبعا، ان لو مريض راح لمستشفى من المستشفيات الخاصه والحاله بتاعته حرجه ومرضيش يقبله، يعني كده احنا بنكلمكم يعني الدكتور مدير المركز المصري للعلاج. انا عموما هسيب لسيادتك للاعداد رقم موبايلي، في اي حد بهذا الصدد يحتاج حاجه يتواصل معايا وانا هقول له في الحاله ديت ممكن يعمل ايه بالظبط. طب يا دكتور برضك بلغنا ان في بعض تقصير في المستشفيات الحكوميه بالنسبه لعدد الاطباء، ويمكن انا كنت في مستشفى الرهبين بمستشفى الحكومه وحده صحيه بالرهبين، ولقيت عدد الاطباء فيها يعني 5 اطباء. هل 5 اطباء يقدروا يقوموا بالعمل؟ لا طبعا، لا طبعا، احنا 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 فعلا بنعترف ونقر انه في تقصير في تواجد الاطباء في كل هذه المستشفيات، وده مثال مش على مستشفى الرهبين بس، لا على مستشفيات كثيره. بالظبط بالظبط، لانه القوه اللي بتحضر في هذه المستشفيات اقل بكثير من القوه الحقيقيه المسجله لدى هذه المستشفيات. لكن للاسف الشديد دايما يعني انا كان دايما رايي انه يحصل فصل ما بين العمل الحكومي والعمل الخاص، لانه في النهايه الطبيب بيفضل العمل الخاص عن العمل العام، وبيبقي على العمل العام لانه بيخدم على العمل الخاص. فطبعا المفروض يبقى فيه رقابه وفي محاسبه لغياب الاطباء عن دورهم والخدمات في هذه المستشفيات. برضك يا دكتور في بالنسبه للعلاج الادويه في المستشفيات الحكوميه، جميع المستشفيات بتعاني. طبعا ده هو المواطن الدواء. كمان حتى السرنجه بيطلع يشتري من بره، لكن في تعليمات حاليا لادارات التامين الطبي في المحافظات المختلفه انهم يجتهدوا بحيث الوضع القديم يتغير وتتوفر الادويه في المستشفيات الحكوميه. وحصل تمهيد لهذا الاجراء عن طريق ما يعرف بهيئه الشراء الموحد وما يسمى بصفقات الموحدة. يعني كان بيحصل في الماضي بعض أنواع الفساد في قصة شراء المستلزمات وشراء الأدوية، فبدأت يتخذ قرار بيكون هناك هيئة تلتزم بالشراء الموحد وعليه يتم توزيع هذه الأدوية بشكل عادل لدى إدارات التموين الطبي في المحافظات المختلفة عشان يعاد توزيعها على المستشفيات العامة بشكل منصف وحسب حاجة كل مستشفى. عموما يا دكتور انا طبعا سعيد بمداخلتك، ولكن في النهايه كنا اتكلمنا قبل كده بخصوص الصيادله والصيدليات اللي بنلاقي فيها غير متخصصين، وكنت وعدتني ان هيكون في رقابه صارمه على جميع الصيدليات، فهل يا ترى يا دكتور في حاليا دلوقتي في رقابه على الصيدليات؟ بالفعل تفتيش الصيدليات في كل محافظه وحسب الامكانيات المتاحه بيفتش على هذه الصيدليات، ولو ما لقاش الصيدلي
المدير او الصيدلي التاني موجود في متواجد في الصيدليه، بيتم اغلاق هذه الصيدليه اغلاق اداري، ويتم معاقبه ولو تتكرر بيتلغي الترخيص. لكن انا عايز اهيب المواطن انه لما يخش الصيدليه لا يتعامل الا مع الصيدلي، ولو ما لقيش الصيدلي متواجد في هذه الصيدليه ما يشتريش دواء من غير متخصص من غير صيدلي. يا دكتور مع احترامي ليك، مع احترامي لسيادتك، المواطن البسيط اللي رايح يجيب العلاج بيفكر ان اللي واقف في الصيدليه هو الدكتور، بيقول له يا دكتور انا عاوز العلاج ده، وممكن يكون معاه اعداديه وممكن يكون معاه ثانويه، فيعمل ايه ما هو مش عارف بالظبط. بس هقول لسيادتك حاجه، ان احنا كلنا يعني ابناء الريف المصري وابناء ده احيانا بيشخص كمان يا دكتور، يعني احيانا يبقى ايه احيانا ايه احيانا بيشخص كمان العلاج، يعني لا 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 ما حدش يتعامل الا مع الصيدلي، واحنا كابناء ريف عارفين الصيدلي صاحب الصيدليه الفلانيه ايه، وحتى في المناطق الشعبيه عارفين صاحب الصيدليه ايه، وهي صيدليات حاليا بتبقى مسجله باسم الصيدلي، وبالتالي يجب حفاظا على الصحه العامه الا نستشير الا الصيدلي، والا نتعامل الا مع الصيدلي حفاظا على صحتنا في المقام الاول وقبل التفتيش وقبل الاجهزه الرقابيه. انما الاجهزه الرقابيه فعلا المفروض التفتيش الصيدلي انه يقوم بدوره في التفتيش، وان وجد شخص غير صيدلي المدير او الصيدلي الثاني في الصيدليه يتم اغلاق هذه الصيدليه اغلاقا اداريا حتى يتم الانتظام العمل ووجود صيدلي في هذه الصيدليات. احنا يا دكتور بنشكرك جدا جدا على الاضافه الجميله والمداخله بتاع حضرتك يا دكتور، شكرا لحضرتك. شكرا دكتور. نرجع لاخونا الفاضل الاستاذ محمد الطليمي المتحمس الشديد، احنا برضك عاوزين نعذر الجماعه حبايبنا وعاوزين نقول احنا ناخد بايدين بعضينا علشان الدنيا تعدي والماركت تمشي. يا دكتور، الدكتور محمود الجزار ماشي، ده عمي، عم زوجتي، تمام، يعني قريبي اهو. الدكتور ابراهيم طالب قريبي، الاستاذ نصيف المسيري قريبي، احنا كلنا قرايب. مجلس الكرة، الكرة بس احنا بنتكلم في الخلاف في الراي لا يفسد للود قضيه. نعم نعم تمام. احنا دلوقتي بنقول في حاجات دي اللائحه الداخليه بتاعت المستشفى. طيب انا عاوزك تكلمني بعد ما عملنا اللقاء الثاني واتفتحت المستشفى، ايه الاجهزه الجديده اللي جات؟ لا قبل الاجهزه الجديده احنا نتكلم على اجتماع مجلس الاداره اللي تم بعد اللقاء اللي احنا عملناه. اول عشان الشيء بالشيء يذكر، لان انا كنت موجود وفي اجهزه جديده جات، فكلمني وبعد كده اقول برضك في الاجتماع. هقول لحضرتك هم شرفتنا في اللقاء الثاني، كان بيتم تغيير شبكه الاكسجين. تمام. دي كلفت قد ايه؟ كانت موجوده قبل كده ونتيجه وقفه المستشفى صدت وما عادتش تنفع للاستهلاك، فتم تغييرها ب 22000 جنيه. تمام فديت ماشي، هنحسبه انجاز؟ لا ما احسبوش انجاز. انا عاوز اقول ان يعني متقدمين، يعني لا ما احسبوش. ليه ما ايه السبب؟ لا ده اهدار للمال. الحاج علي كان قال لي ان اخرب الشبكه القديمه نتيجه الغاب السابق، ان كان في قرارات اتفقتوا على قرارات ايجابيه جدا قبل ما تروح الكلام ده. قبل ما تروح للاجتماع بتاع مجلس الاداره شوف المعاناه اللي حصلت على ما تم اجتماع مجلس الاداره. انا عاوز اقول ان في، انا عايز اقول بس على تعليق صغير بس على الاستاذ محمد السليمي في مجلس الاداره. اتفضل. لما اتكلم فيه هو دلوقتي بنقول في متكون من 11 شخص. فريق كوره، شخص فريق كوره، سته بصفتهم وفي هنا اربعه خمسه او خمسه رئيس مجلس الاداره واربعه من ولاد البلد. انا اسف في اللفظ، يعني في اتنين صحيا لا سيبنا من النقطه دي بالله، ما ينفعوش ان هم بس دلوقتي اصبر بس دلوقتي. انا عاوز اقول يا جماعه في حاجه ثانيه يا حاج عادل، انا بعمل اجتماع يا فندم، انتوا مش عارف بتهاجموني ليه؟ مش هجوم دلوقتي لما بنعمل اجتماع. انا ما بيحضرش ماشي. واحد غير واحد بس من البلد. لو حضرتك لاحظت هو الدكتور ابراهيم ابو طالب هو الوحيد بس بعد اذنك يا حاج محمد. تمام. الدكتور ابراهيم ابو طالب الوحيد اللي بيحضر. تمام. بعد كده بس يا استاذ محمد معلش لو سمحت نقطه هتسندك طب تمام. فريق الكوره اللي احنا عاملينه مجلس اداره ده لا ماشي. انا معلش ما بقول لك 11 هدف فريق كوره، يعني في عندك الاغلبيه للمعينين يا استاذ محمد، يعني مجلس الاداره اللي من محل ابو علي ما يقدرش ياخد قرار لحاله. يعني ما اعمل مجلس اداره وما يكونش فيها الا خمسه يا استاذ دكتور محمود. عندي ناس افاضل نقول اعمل اجتماع مجلس اداره مره. مجلس الاداره بالمسمى انا بعمل اجتماع مجلس اداره مره واثنين وثلاثه، ما حدش جه خالص في مجلس الاداره، ويوم ما اجتمعوا كلهم كانوا طب مش المفروض عن ست اشخاص اللي موجودين
في اكمل حضرتك. حد بيتغيب هم ما فيش ما اللي بيتغيب الغيب بيقول لك بالاغلبيه. سؤال الدكتور قال بيقول بالاغلبيه اللي بيحضر واحد بس من محلة ابو علي، واحد بس من القريه اللي هو الدكتور ابراهيم ابو طالب، والباقي مش حاضر. الدكتور طيب الاجتماع اللي فات ده كان فيه كام واحد حاضر؟ كابتن اسماعيل بيبقى مسافر. الاجتماع اللي فات اللي اتخذ فيه القرارات ثلاثه من محلة ابو علي واثنين من اللي بصفاق. يعني احنا الحمد لله، عاوز اقول ان احنا في تقدم. كان فندم. بيحضر واحد بقوا خمسه يا فندم. يا فندم يعني خمسه ما خمسه ما لا يجوز لهم اتخاذ قرارات. اتخاذ القرارات خمسه من 11 يبقى فاضل سته ما حققوش الاغلبيه زائد واحد. خمسه ومعاك رئيس. احنا بنقول احنا عايزينه معاهم، احنا عايزينه مع الخمسه. احنا عايزين نقول اللي يقدر يحضر مجلس الاداره يتفضل. تمام. مش شرط احنا. تمام. اي حد يكون متطوع ويخش مجلس الاداره احنا مرحبين. تمام. ولكن ان احط اشخاص مش فاضيين او صحيا ما يقدروش ما تتخذش وجهه اجتماعيه. دي حاجه بتعوق المستشفى. اكيد عايزين نطلع شيك ما احناش عارفين نمضيه لان تمام. مجلس الاداره مش مكتمل. يبقى احنا عاوزين نقول ان لازم أن تكون في رقابه موجوده. وبرده ما ننساش فضل الناس ديت على المستشفى، لهم فضل. تمام. بس في تاثير، والتاثير عقته مجلس الإدارة لأن ما بيحضروش وما بيتخذوش قرارات صارمة. ده أنا بقى لو محلة أبو علي هي سيدة قرارها في مجلس الإدارة هقدر أروح أجيبهم من بيوتهم. ما هو ما احترامي ليك مش مقصد إن المستشفى موجودة في محلة أبو علي إني لازم أجيب جميع الأعضاء محلة أبو علي. إحنا هنا بنختار كفاءات. لا المستشفى خيري. المستشفى خيري. المستشفى خيري. بس برضك أنا بجيب لها كفاءات. هم اللي جايين بصفاتهم بيقولوا اجتمعوا مع بعض وإحنا موافقين عليكم وطلبوها. أيوه. وإحنا دلوقتي الجماعة اللي هم المعينين بصفاتهم. طيب أنا شايف إن الحاج مصطفى يعني ما شاركناهوش معانا وبرضك راجل ما شاء الله ليه باع كبير قوي، وانا لما رحت هناك يعني شرفت بيه وسعدت بيه كتير قوي قوي. الحاج مصطفى عبد الجليل، انت شايف بعد الاجتماعات اللي حصلت في مبشرات خير؟ ان شاء الله في مبشرات خير باذن الله. تمام. بس برضه بنعمل على ان مجلس اكيد لازم يكون في ضغط طبعا عليهم علشان خاطر ضروري طبعا ضروري. لا هو في مبشرات ان شاء الله خير كويسه قوي يعني ان شاء الله في العيادات البادئين. الدكتور زي ما قلت لحضرتك الدكتور احمد الانصاري بادئ يعمل عيادات خارجيه. تمام. العيادات الخارجيه دي هتجيب عائد. تمام. المستشفى هنقدر نصلح في المستشفى. بيحارب في جبهه لوحده هو لوحده بيحارب في جبهه لوحده. عاوزين نقول ان هو برضك التعيين الجديد اللي اتعين يعني اضافه الى الضغط. يا دكتور لحضرتك عايزين نقول ان الشباب لهم عايزين مجلس اداره نشاط ويقدروا يفيدوا المستشفى. عايزين مجلس اداره. دكتور احمد ما شاء الله عليه عايز يعمل شغل. دكتور احمد يبقى موجود. دكتور ابراهيم ابو طالب يبقى موجود. تمام. عايزين مجلس اداره يعني معلش خلي بالكم هو لو شافوكم موجودين هيتواجدوا والله ان يعني شاء الله. بس هو ما بنقدرش يعني على بتوع مجلس المدينه او بتوع الاداره الصحيه ما بنقدرش عليهم. اكرموهم يا اخي المحل. اكرموهم بالاكرام هتالفوا قلوبهم يعني هم برضك ناس افاضل وناس. وبعدين انا بناشد بقى دكاتره المحله ودكاتره محله ابو علي بالذات دكاتره محله ابو علي ان هم يا ريت يشرفونا في المستشفى السلام. تمام. يعملوا عملياتهم في المستشفى يبدا. طيب. يشتغلوا في المستشفى يبداوا ايديهم بايدينا بلاش ايدينا احنا بايدين الدكتور احمد الانصاري. تمام. اللي هو المدير الفني في المستشفى دلوقتي. طيب يا ريت العمليات يبداوا يجوا يشوفوا يتفرجوا على المستشفى يتفرجوا على التطورات اللي في المستشفى. يا ترى التقرير جاهز ولا مش جاهز؟ معايا فريق الاعداد. التقرير جاهز يا فندم؟ طيب اتفضل يا حاج مصطفى. الدكاتره تيجي تشوف الجديد ايه اللي موجودين. طبعا حضرتك شفتهم. تمام. الابراج كلها اللي موجوده كلها اللي حوالين المستشفى. تمام. كلها دكاتره. تمام. يجوا يتفضلوا يشرفوا في المستشفى. وطبعا احنا نشيلهم فوق دماغنا قبل الدكتور عاوزين برضك ندي فكره للمواطنين. الكشف كام عندكم؟ الكشف عندنا تخيل الجديد. انا ما بقولش ده عشان الجديد. يبقى دعايه المستشفى. انا بقول علشان خاطر الكل يغير. دلوقتي عملوا يا فندم بعد اجتماع مجلس الاداره اتفضل هو كان 30 جنيه عملناه 40 جنيه زائد الاشاعه
يعني الإشاعة تقف بعشرة دكتور جنيه. جايبها معاه من يعني المريض يبقى عارف كده إن احنا اتخذنا قرار مش جاية من الإشاعة مش جاية لما علت بقت بأربعين جنيه مش إشاعة تمام ما رفعنا التذكرة خليناها زودناها عشرة جنيه سونار ده شامل الإشاعة شامل الإشاعة جميل أوي جميل تمام. يعني هو لو عمل إشاعة بره جايبها معاه ما اشتريناهاش لسه لو عمل إشاعة بره يعملها بخمسين جنيه ما هو يا جماعة عاوز أقول دي مستشفى قبل ما نيجي بيوم كل واحد يقدر يعمل حاجة يعملها قبل ما نيجي بيوم في مظاريف كانت بتتفتح أقل من كده قبل ما نيجي اليوم في مظاريف كانت بتتفتح تمام لشراء اجهزه للمستشفى تمام الاجهزه يعني في اشاعه في يعني في اجهزه جايه كتير للمستشفى ان شاء الله ان شاء الله الجهاز السونار اللي جاي مع دكتور مش تبع المستشفى تمام الدكتور اللي جاي موجود جاي معاه الجهاز بتاعه على ما نشتري الاجهزه اللي موجوده للمستشفى ان شاء الله ان شاء الله طيب اعزائي برضه ما ننساش الشكر للحاج رأفة الجاد طبعا عمال يجري في المستشفى ده الجندي المجهول في المستشفى الحاج رأفة الجاد نعم نعم لان هو يعتبر يعني خليفة مؤسس هذه وجده الحاج علي جاد الله يرحمه جده اللي هو اللي عمل الصرح ده كله طيب اعزائي المشاهدين فاصل استنونا وراجع لكم تاني ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم رجعنا لكم تاني أعزائي المشاهدين مع ضيوفي الكرام اللي شرفوني ونوروني النهاردة الأستاذ محمد الطليمي والأستاذ عادل والحاجة مصطفى أهلا وسهلا شرفتونا وطبعا تحياتي لأهالي محافظة الغربية الناس الكرام ناس نصحين يعني كان فيهم طنطة يعني عروسة الغربية طنطة والمحلة طبعا عروسة الصعيد كلمنا يا أستاذ محمد كنت عاوز تقول على الطلبات بتاعكم اللي ليكم هو طبعا احنا بنتكلم في بنشكر الدكتور محمود الجزار لان يعتبر العصر الذهبي لمستشفى السلام كان في عصر الدكتور محمود الجزار نعم. تمام فالله يشفيه ويعافيه يا رب وطبعا قائد ثورة التطوير نعم. سيادة اللواء عبد الهادي المسيري نعم. برضه ربنا يشفيه ويعافيه فاحنا بنقول ايه بنقول احنا عايزين دكتور محمود الجزار يكون منصبه شرفي في المستشفى استشاري المستشفى مدى الحياه ماشي تمام وكل اللي شغالين معاه يبقوا تلامذته واولاده طيب استسمحك معانا مداخله حاج سعيد اتفضل يا اهلا وسهلا يا حاج سعيد ازي حضرتك انا متابع البرنامج بتاع حضرتك من زمان يا استاذ محمود اهلا وسهلا شرفتني ونورتني انا عاوز بس اقدم لك واجب التحيه للعروسين وربنا يتمم بخير الله يخلي عمر اولادك كده اولاد الجميع ان شاء الله انا عاوزك بقى تكلمني عن المشاريع بتاعتك وطبعا المحلات والمعارض بتاعتك وازاي يعني هنحارب الغلا ونتصدى ليه هنحارب الغلا بالبديل يا استاذ محمود اتفضل بالبديل يعني بالبديل يا استاذ محمود لو في صمت غالي نحاربه بالغلا بالحاجه الاقل طيب نعم والدنيا تمام طيب عاوزك تكلمني عن المستشفيات اللي موجوده عندكم في مدينه ابو النمرس لا المستوى عادي بصراحه يعني برضك التقصير موجود في جميع المستشفيات التقصير موجود بنعاني فعلا بنعاني معاناه جامده جدا طيب تحياتي ليك يا حاج سعيد وسلامي للأسرة الكريمة تحياتي لسيادتك تحياتي تفضل اسمح محمد طبعا احنا ما نقدرش ننكر الدور العظيم اللي قاموا به ماشي اعضاء مجلس الإدارة الكامل تمام ماشي بس احنا بنقول ان المشكلة تكمن فين المشكلة تكمن في البيروقراطية اللعينة تمام والروتين الممل تمام انا دلوقتي عايزين نجدد الدماء عايزين تمام. مجلس اداره طب ليه سيادتك ما ترشحتش للموضوع ده لا انا اقول لحضرتك انا موجود عرضوا عليك انت والحاج عادل والحاج مصطفى ولكن رفضتوا اولا طب رفضتوا ليه احنا بالنسبه لينا عشان ما يتقالش ان احنا عشان ما يتقالش ان احنا ندخل عشان نعمل عشان ناخد فيها حاجه اصحاب اشغال وبعدين احنا اشغالنا معلش هنبقى قلعا من اللي في المجلس وبعدين احنا الشباب طب يعني احنا لازم بقى نلتمس لهم الاعضاء يا دكتور لا يعني ما انا بقول لك انا لو مكانهم ايوه لا لان انا مش فاضي فهعوق العمل يا استاذ محمد يا دكتور عايزين الناس اللي تيجي الريس بيتكلم على الشباب
احنا عايزين دم جديد، عايزين شباب. بس حرك ما احنا برضك علشان خاطر يبقى عندنا شباب لازم يبقى عندنا الكوادر الكبيره اللي تقدر كوادر تدي الخبره كوادر شرفيه زي أيوة. الدكتور محمود يجي شرفي وبلدنا شرفي للمستشفى والدكاتره ومجلس الاداره شرفي بحيث ان يجي ما احنا جددناها برضك بالدكتور احمد. نعم مش احنا جددنا بالدكتور احمد، عايزين بقى الدكتور احمد مجلس اداره زي الدكتور احمد زي الدكتور احمد. اولا باذنك يا حاج مصطفى دلوقتي لابد من فصل مجلس الاداره عن الهيكل التنظيمي للمستشفى اللي المحافظ عمله من 10 15 سنه. احنا دلوقتي مين بيحاسب مين؟ ما فيش رئيس مجلس الاداره هو المدير الفني. ازاي؟ في شرع مين؟ ما ينفعش، لا يجوز. والله انا شايف طالما رئيس مجلس الاداره معلش بيأدي المهام نفسه المطلوبه منه. لا معلش ما فيش مانع انه يكون اسف المدير الفني. لا اسف لو سوبر مان، لو هو سوبر مان ما ينفعش يحاسب نفسه ازاي؟ لا مش في مدير اداري؟ مفيش مدير اداري، ما هو ده اللي احنا داخلين بقى فيه. موجود مدير اداري عندكم كمان على كفاءات عاليه يا باشا. مفيش مدير اداري للمستشفى. استاذ محمد سودان ده مدير مالي. مدير مالي ما هو احنا بنقول مراقب. احنا بنتكلم مراقب. لا مش مراقب، هو مدير مالي. مدير مالي مراقب اسمه محمد. هو مدير مالي ومدير مالي غير مثبت، تعيين برضه جهود ذاتيه. تمام تمام، يعني مش دي وظيفته هو برضه جاي يكون المدير المالي يبقى مالي واداري في نفس. هي اصلا احنا بنطالب بده، يعني انا بطالب اهو ان احنا عايزين تفعيل اللائحه الداخليه. اللائحه الداخليه بتاعت المستشفى بتقول ان انا اعمل هيكل تنظيم. للاسف الشديد المستشفى ما فيهاش هيكل تنظيم. طب الهيكل التنظيمي دوت احنا عرضنا عليهم قلنا لهم يا جماعه عايزين الهيكل التنظيمي يتفعل، يبقى عندي مدير فني للمستشفى قائم بالعمل الطبي، عندي نائب للمدير الفني. معلش كل الدنيا لازم يكون لها نائب، ما هوش موجود. انا كنت في السعوديه ادخل يا ريت انا عاوزكم تعرضوا لي التقرير ولو صور. ما انا عارف ان الصوت فيه مشكله لكن اعرضوا لي التقرير عباره عن صور. اتفضل. يعني كنا مثلا في السعوديه كنت ادخل على المدير ما هوش موجود يقولوا لي روح لاستاذ فلان هو اللي يحق له التوقيع عنه. تمام احنا برضو يبقى عندي مدير فني، عندي نائب مدير فني. كل ده الهيكل التنظيمي ده خارج مجلس الاداره يا بيه. مجلس الاداره دوت شغلته ايه في العمل الخيري او في العمل التطوعي؟ ان هو يحاسب الناس دي. ماشي، يجي لي المدير المالي والاداري طبعا في كل المنشآت. طيب احنا برضك عاوزين نقول للامانه احنا عاوزين ندي المجلس الموجود ده لهم حق الرد ده سنه نشوف من 5 سنين كان في ايه والسنه دي بقى في ايه. لا معلش هم انا شايف ان هم خلال اسبوع احنا فتحنا المستشفى جبنا اجهزه خدنا قرارات. تمام. وده على لسانكم انتوا اللي قلتوه. مظبوط. يعني الناس ما كانش عندهم اي تقصير. تمام. مجرد ان تحاورت معاهم وعملت معاهم جلسه وبعد كده عملت معاهم تقرير في خلال اسبوع كانت المستشفى. في خلال شهرين وضغط. لا لا انا بتكلم في خلال شهرين. احنا مش فاضيين يا دكتور. طب اسمحوا لي بقى معانا اللواء عبد الهادي المسيري. الله يبارك. القائد الهمام. قائد ثوره التطوير. صاحب المجهودات الكبيره. سياده اللواء تشرفنا. الله يكرمك. ازيك يا سياده اللواء؟ اهلا سعاده الباشا. ازيك يا سياده اللواء؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله والشكر لله. ازيك انت؟ كنا عايزين حضرتك تشرفنا كده ويديك الصحه. كنا عايزين حضرتك تشرفنا في المحله يا باشا. انا طبعا ان شاء الله لما اجي اتصل بسيادتك. ان شاء الله ان شاء الله تشرفنا يا باشا. انا طبعا لما نزلت محل ابو علي وسمعت عن الانجازات اللي حضرتك ساهمت فيها وما زلت بتساهم فكنت سعيد جدا ان معاليك كنت تشرفني هنا في الاستوديو، ولكن نظرا للظروف الصحيه طبعا نلتمس لمعاليك الاعذار. انا عاوزك تكلمنا الاعضاء موجودين معانا الاخوه الافاضل، يعني عندهم كده بعض التخوف من المجلس الحالي، فرأي معاليك ايه بصفتك عضو مجلس اداره؟ انا هقول لسيادتك كل شيء بالتفصيل. اتفضل يا فندم. مجلس الاداره 11 عضو. تمام. 6 اعضاء من محل ابو علي. تمام. و5 اعضاء من المحله الكبرى. تمام. من الهيئات الحكوميه. تمام يا فندم. هذا المجلس عينه محافظ الغربيه اللي هو ماهر الجندي. اتفضل. ايوه هو اللي عين هذا المجلس. تمام. المجلس اما بيجتمع كل مده حسب قرار رئيس مجلس الاداره الدكتور محمود الجزار. تمام. فاعضاء المحله احيانا كثيره ما بيجوش.
طب يا فندم انا يا فندم في سؤال لما رحت المستشفى وسالته لرئيس مجلس الاداره والساده الاعضاء اللي كانوا موجودين المستشفى توقفت عن العمل 5 سنوات انا هقول لك هل دي مش مده كبيره يا فندم هو اللي يعني. هقول لسيادتك كل شيء بالتفصيل اتفضل مجلس الاداره وعلى راسهم رئيس مجلس الاداره الدكتور محمود الجزار هو على الشاشه كانوا موقفين العمل في المستشفى وقوف كامل تمام وكان فيه مقاول بنى الدور الرابع والخامس وتوقف عن العمل لقصور شخصي منه تمام انضميت انا لمجلس الاداره انا والكابتن اسماعيل الدريني وقمنا بمجهود ضخم لتشطيب الدور الرابع والخامس والثلاث ادوار الرئيسيين انا عاوز اقول لكم ان اللي قدامنا الوقت كده في الصوره الدكتور محمود الجزار وطبعا يعني شفاه الله وعافاه عنده بتر في الساق ومع ذلك لا يتهاون عن اداء المهام المطلوبه منه الله ينور عليك انت معايا اتفضل يا فندم اتفضل يا سياده اللواء الدكتور محمود الجزار بنى الدور الرابع والخامس بواسطة المقاول المرحوم مصطفى الدمتناوي تمام ولكن المرحوم مصطفى الدمتناوي اثر في تشطيب الدور الرابع والخامس وتوقف عن العمل تمام فالدكتور محمود الجزار ومجلس الاداره الموجود ضمني انا والكابتن اسماعيل الدليني لمجلس الاداره تمام بدات العمل فورا في تشطيب الدور الرابع والخامس والثلاث ادوار الاصليين اللي كانوا عاوزين صيانه كامله تمام احنا برضك بنعرف الساده المشاهدين قدامنا الوقت على الشاشه المدير المالي والإداري الاستاذ محمد مالي بس سودان الاستاذ محمد مين سويدان الاستاذ محمد سويدان الاستاذ محمد زياد هو المسؤول عن الماليات تمام الاستاذ محمد سويدان المشرف على الماليات يعني بيراجع الماليات المستشفى تمام هو المراجع عن المستشفى وهو اللي بيعمل الميزانيه السنويه طب يا سياده اللواء برضك عاوزك تكلمنا عن اسعار العمليات اللي موجوده حاليا دلوقتي بعد ما فتحنا المستشفى عاوزين خاطر يكون في عندنا اسعار تناسب العمل الخيري يعني دي مستشفى خيري عاوزين برضك سيادتك توجه كده رساله للموجودين بمحل ابو علي والمحله الكبرى اهالي وسكان هذه البلاد وسيادتك ناوي يعني ايه الاسعار هتبقى ايه بالنسبه للعمليات معايا يا سياده اللواء طيب يظهر ان الخط فصل نرجع لكم تاني ان شاء الله طيب حاج عادل عاوز تقول ايه عايز اقول كنت عايز الاول اسمع كلام سياده اللواء للاخر بس ما فيش نصيب ان انا اسمعه عشان اعلق عليه لكن كل اللي نقدر نقوله ان اي حد من محله ابو علي انا بناشدهم محله ابو علي بلد مش شويه احنا نهضة المحلة في التصنيع وفي التجارة فالمفروض يعني أي حد من محلة أبو علي من رجال الأعمال أو أصحاب المصانع أو تمام المشاغل تمام يساعد في مستشفى السلام أفضل من أنه يديله في إيده جنيه لا أنا أعالجه أحسن ما تديله جنيه تمام عجبتني مقولة رجل من رجال الأعمال بتاع محلة أبو علي وقال أنا ما عدتش عارف أحط زكاة المال بتاعي فين ما عدتش حد اثق فيه احط فيه زكاة المال فده تمام. افضل مكان يتحط فيه زكاة مال نعم ليه مريض ومش قادر اطفال حضانات هو افضل طيب في وناس كتير عايزه تجيب حضانات عاوزين من كل ناس واحد كتير عايزه رسالة. تجيب كل حاجه بعد اذنك في طلبات عايزين رجال يعني الاعمال ناس محترمه طيب عاوزين بس اتفضل يا فندم الاستاذ محمد مع طيب بس في عجاله علشان خاطر وقت البرنامج نوشك على الانتهاء تمام طيب على السريع كده ان شاء الله تفعيل الهيكل التنظيمي للمستشفى تمام ماشي قبل كل ده طبعا احنا بنناشد المحافظ الدكتور طارق رحمة تمام احنا كنا مجهزين ناس اكتر من 2000 بني ادم كنا طالعين المحافظة بس نظرا للظروف اللي بتمر بها البلد والحرب من الخوارج العصر والتجمهرات فاحنا قلنا الغي موضوع التجمهر دلوقتي انا برضك عاوز اشكر على الأمن. وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية دكتور عبد الناصر حميدة
لمجهوداته، لان انا تواصلت معاه بخصوص فتح المستشفى مره اخرى، والراجل لا يتهاون لحظه في العمل. اتفضل. فاحنا بنناشد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربيه، يا ريت يا ريت يفتح لنا مكتبه 5 دقائق او يشرفنا في المستشفى. طيب. يشرفنا في المستشفى. طيب. ويتفرج على المستشفى عليه القرار الخاطئ اللي تم اتخاذه قبل. طيب. كده.